هناك تعديل وحيد مقدم من السيد النائب محمد السباعي، فليتفضل سيادتي بعرض اقتراحه. شكرا سيادة الرئيس، وشكرا للجنة على المجهود اللي بذل في هذه مشروع القانون اللي أسفر بالفعل عن يعني تقرير محترم كلنا بنشيد به. المادة يا فندم بتتكلم عن انه تم تعديلها من قبل اللجنة، واستندت في تعديلها الى المادة 124 من الدستور الفقرة الاولى، وهو بالفعل يعني استناد وجيه وتعديل منطقي، الا ان اللجنة اقتصت او نقدر نقول انها اقتطعت جزء الاخير او الفقرة الاخيرة من المادة الدستور المتعلقة بان يكون التصويت بابا بابا. فالمقترح يا فندم ان تكون النص في شكله الآتي: يتولى الوزير عرض مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة ومشروع عرض قوانين ربط موازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي، مع استكمالا كما وضحتها اللجنة، ولكن نضيف في النهاية: ويتم التصويت عليه بابا بابا طبقا لمادة الدستور رقم 124 اللي اعتمدت عليها أو استندت إليها اللجنة في الأساس لهذا التعديل. شكرا يا فندم. شكرا.